ناس كتير بتسأل هو ايه الفرق ما بين الاخراج الاعلانات والاخراج بشكل عام، او ليه اصلا اجي اتعلم او اخد دبلومه عن الاد فيلم ميكنج او اخراج الاعلانات. الاجابه هو في فرق ومفيش فرق. مفيش فرق من ناحيه البيزكس او الاساسيات بتاعه الاخراج، اللي هو انت بتنزل لوكيشن وبتتعامل مع مدير تصوير وبتتعامل مع مهندس ديكور وبتتعامل مع ممثل مطلوب منك ان انت تعمل له جايدنج او ارشاد في طريقه التمثيل. فكعناصر صناعه الفيلم هي موجوده نفس العناصر في صناعه الاعلانات، بس في فرق من ناحيه ان مخرج الاعلانات لازم يبقى ملم بشويه حاجات من عالم الاعلانات، وهي بقى ان هو اصلا بيتعامل مع براند او مش عارف اسمها ايه بالعربي، علامه تجاريه ايا كان هي ايه، وان البراند ده ليه ايدنتيتي وليه شخصيه وليه طريقه في الكوميونيكيشن او في التواصل من خلال اعلاناته، وان هو بيتعامل مع كرييتيف تيم من الايجنسي. كرييتيف تيم دول هم اللي مطلعين فكره الاعلان. ففي شويه حاجات كده ايه زيادة على فكرة صناعة السينما أو الفيلم ميكينج بشكل عام. ليه الواحد محتاج يدرس الموضوع ده أو يتعرف عليه؟ لأن بالتأكيد لو حد عنده النوليدج بتاعة عالم الإعلانات زائد النوليدج بتاعة الإخراج، فأكيد هيبقى ليه بصمة في عالم الإعلانات لو هو ده الحاجة اللي هو مهتم بيها، أو كمخرج إعلانات لو هي دي الحاجة اللي هو مهتم بيها، اكيد هيبقى ليه ستايل وبصمه مختلفه. او الطريقه اللي بفكر ان احنا ندرس بيها الدبلومه هي ان احنا هنقسم الدبلومه لثلاثه سيكشنز او ثلاث فصول. اول حاجه لان المخرج الاعلانات بيلعب كذا رول، فهو اول حاجه اعتقد ان هو بيلعب رول الكرييتيف او التعامل مع الكرييتيف تيم. فده الجزء الاولاني اللي هو اصلا هنفهم الاندستري او صناعه الاعلانات دي ماشيه ازاي ومين بيعمل ايه، والبريف اللي بيجي لك من الايجنسي او من شركه الاعلانات بيبقى شكله ايه، واضافتك المفروض تبقى فيه عامله ازاي، وايه الفرق بين اضافتك كمخرج واضافتك ككرييتيف، لان انت المفروض تحافظ على الكرييتيف ايديا بس في نفس الوقت يبقى ليك انبوت كمخرج ازاي تطلع الاعلان اكتر طريقه انترستنج من وجهه نظرك. فالجزء الاولاني هو جزئيه الكرييتيف. الجزء الثاني بقى اول ما خلاص ما بتعمل تريتمنت وبتخلص وتبقى متفق مع الايجنسي ومع الكلاينت على كل حاجه، هو ان انت بقى هنا بتقلب مخرج صرف، او يعني زي المخرج اللي هو بتاع صناعه السينما، اللي هو بقى جزئيه اختيار الكاست والممثلين واللوكيشنز والديكور وان انت هتختار مين المدير التصويري اللي هيشتغل معاك، والتفاصيل بقى بتاعت كل عمليه صناعة الفيلم لحد التصوير وما بعدها من مونتاج ومزيكا وصوت وكل العناصر بتاعة صناعة الفيلم، اللي هي غالبا ما بتفرقش في الإعلانات عن مسلسلات أو عن سينما أو أي حاجة. فده هيبقى الجزء التاني هو كمخرج بقى حقيقة. والجزء الأخير هو هيبقى طيب إزاي نخش الماركت. إحنا أنت دلوقتي شخص لسه جديد على الماركت أو لسه ما عملتش أي حاجة، ازاي تخش، ازاي يبقى ليك اسم، ازاي يبقى ليك ستايل. دي الحته الاخيره اللي هنغطيها، زائد ان في graduation project في الاخر. وطريقه التدريس هتبقى ميكس ما بين محاضرات واسايمنتس واكسرسايزز بنعملها في الكلاس. الاسايمنتس دي بتبقى حاجه بتتعمل بره، او طبعا هيبقى حاجات كتير منها تصوير وحاجات كده، زائد ان الناس برضو اللي هتدرس اخراج افلام هتحضر حاجات تانية في كايرو اد سكول، زي ستوري تيلينج، زي فوتوغرافي وفريمينج، حاجات انا شايف ان هي مهمة او هتزود النوليدج في نفس الكورس بتاع الاد فيلميكينج.